This conference will now be recorded. بشكل مختصر هلا بنشرح احنا حاليا مذكرات الرصيد، الفوتشر، الكوبون، ملتي منيو، البروموشنز، تعديلات صارت على عمليات الدفع والاستلام، الدفع المورد شرحناها امس، اضافة خاصية الدفع من جهاز دفع البطاقات في شاشة الطلبات اللي هي التيرمينال كريدت كارد حاليا موجودة في الاوردر سكرين، اضفنا كيو ار خاص بالبوس كلاود ينطبع الى الكستمرية في الرصيد، تعديل جديد على الكولر اي دي في حالة استلام مكالمة على شاشة البوبس، تعديلات على مزودي الخدمة او السيرفيس بروفايدر، واضفنا المبيعات المفصلة السيلز ديتيل شاشة تسجيل خروج الصراف الكاشير اوت، وعندنا بعد نقدر نطبع حاليا العمليات اللي قام بها العميل اللي كان الدفع ماله بالهاوس اكاونت او بالحساب الشخصي، نقدر نعرض كامل الاوردرات ماله اللي مو مدفوعه يعني. الحين خلينا نشرح مذكرات الرصيد او الكريدت نوت. كريدت نوت ببساطه اولا اذا واحد عنده مشكله يقول من الحين اذا ما سمع الصوت عدل عشان لا ارد استرسل في الشرح ونرد تصير نفس المشكله. المهم الكريدت نوت ببساطه ان المطعم عنده قانون ان انت اذا اشتريت من عنده وتبغي ريفاوند احنا ما بنعطيك فلوس، احنا بنعطيك كريدت تجينا مره ثانيه تشتري بنفس المبلغ اللي صار عليه ريفاوند. هذا ببساطه. وشلون شغال؟ ان احنا مثلا انا ككستمر حمزه جيت اخذت حوسه سلاد مشروم سلاد وسلاد وعملت تندر اشتريته ومشيت، يعني كان تيك اوت يعني ما اكلته ولا ادري شنو جاني يعني، بس اعطيتهم الفلوس مشيت عنهم. اوكي انا الحين رحت البيت شفت ان مثلا مو هاي الاوردر اللي ابغيه، او مثلا في ذبانه في الصلاه في السلطه، قلت لهم انا ابغي استرجع هذا مو عاجبني انا. فاوكي جيت انا هني عملت قلنا له اوكي بنعمل لك ريفاوند بس ما بنعطيك فلوس، احنا ما سياستنا ان ما نرجع فلوس بس بنعطيك كريدت، اذا جيتنا مره ثانيه بيكون تقدر تشتري ب 21 بنفس المبلغ اللي انت دفعته. قال اوكي فاحنا نعطيه هذا الرقم الكريدت نوت فاليديشن نمبر، خلينا نعطيه الرقم خلينا نسجله بس. قال اوكي وضغط اوكي طبع عندنا حتى الكريدت نوت. شلون رايكم الكريدت نوت؟ وصلنا الحين في ناس مو ضابط عندهم بعد الصوره، ما ضابط عندكم ولا؟ اوكي شكله شغال تمام ما حتكلم، بس في واحد خبرني انه مو تمام، فما ادري اذا واحد يشوف نفس الشغل انه مو تمام خبرنا عشان نشوف حل ثاني. اوكي الحين احنا عندنا هاي الكريدت نوت، هاي انطبع عليهم رصيد موجود فيه حتى الكريدت نوت نمبر. خلنا نضبط البرنتر عشان تطبعها بعد هاي الرصيد. المشكلة هو طبع على الحين إذا جينا إلى المنيو بنلاحظ ان عندنا هنا خانه اسمها كريدت نوت، فكل كريدت نوتات صار لها جنريت فيها المستخدم فيها اللي مو مستخدم، وانت بعد تقدر تحذف اذا في كريدت نوت مو عاجبك.
يعني مثلا تشوف اللي بالجراي، هل شرحت لكم من شوي وبعدين قلتون ان ترى ما وصلكم عدد، كان في مشكلة في الانترنت، فهل احنا استخدمناه الحين في واحد جديد اللي احنا تونا مسوينه اول ما سوينا الريفاوند، بجيب اللون الاسود هنا اذا بتشوف مع الزاوية على اليمين النوت يوز او المو مستخدم، اجيب اللون الاسود اللي بالجراي او بالرصاصي ولا هو استخدم وخلصنا منه، اذا بالاحمر يعني ديليتد يعني حذف. فالمهم احنا ناخذ له نوت يوزد واكو مكتوب عندنا واحنا مسجلينه اوريدي هني في النوت باد، نستخدمه في قيمة 21. فنجي هني نسوي اوردر جديد، مثلا هاي جل اللي اشترى سلط قال انا سلطتكم مو عاجبتني اجي بيها ذبان، اوكي قلنا روح خلك يمكن العصير ينفع اياك، فراح اشتري عصير وعمل تندر قال انا بستخدم النوت اللي اعطيتوني اياها، قلنا له اوكي بس ترى انت النوت اللي اعطيناك اياها بكام؟ ب21 وانت العصير لما اخذنا ب15 تقريبا، يعني احنا ما بنرجع لك البقايا اذا تبغى خلاص بروح عليك ال21 وبظل انت مستخدم 21 عشان ترفع له 15. قال اوكي اهم شيء استفيد. المهم ضرب اوكي ويعطي بعد انذار ان ترى هالكريت نوت موجود في 21. قال اوكي بس اندفع الحين طارت ال21 واندفع بدالها 14. يعني في الحالة الصراحة حمزة ممكن اسأل سؤال؟ حمزة اسأل. ممكن يدفع بالكريت نوت جزء الوقت جزء مستقبلا ولا ليها وقت معين؟ هي مرة واحدة بس، هاي استخدمها مرة واحدة بس. مرة واحدة ايه الكريت يعني نوت لو دفع خلال منها 20 خلاص واحد يبدأ راح عليه. ايوه فاذا ال 21 راحت عليه خلاص استخدم 14، فيفضل يعني الكستمر انه اذا بيستفيد منها انه ياخذ بشيء اكبر، مثلا ياخذ شيء قيمته 25 ويدفع ال 21 والباقي يدفعه كاش، يتحول يعني بارشل بيمنت. ايوه استاذ حمد ما في مجال نخليها في امكانيه يقسطها مثلا؟ يعني يدفع الحين شوي وبعدين شوي وبعدين شوي؟ ايه يعني البالانس في حسابه يصير التقسيط. هاي بلان نشوف لها طريقة ثانية احتمال يعني حتى ساعات حساب. ايه انزين في ملاحظة بعد، ساعات الفويد والريفند يكون في نفس الوقت ما يعني يكون بسبب خطأ من الموظف، اوكي فمو كل مره انه يكون على الكريدت كارد كريدت نوت اي هاي اسمه هاي في حاله الكستمر هو او اللي قاعد الكيشر هو حدد انه يدفع عبر الكريدت نوت. ممتاز ممتاز. واضفنا خاصيه جديده هنا في الستور اوبريشن اللي هي ريفاوند بيريود ليميتيشن او الوقت المسموح ما يصير له ريفاوند الى الوجبه الى الاوردر، يعني مثلا اوردر صاير له اوردر من قبل 24 يوم الحين تو جاي يبغى يسوي ريفاوند فاحنا ما نسمح له، احنا مثلا نقول له حدك 3 ايام او يوم واحد اصلا، اذا ما جيت لنا عقب يوم وقلت تبغى ريفاوند خلاص راح عليك الريفاوند وما تقدر تسوي ريفاوند لهالاوردر لانه من عمره اكثر من يوم، يعني خصوصا احنا في مجال طعام الاكل يعني ما يتخزن واجد بعدين تجي لي تقول لي بسوي ريفاوند، لازم تجي في نفس الوقت يعني عقب ما اكلته وشبعت منه وجا يوم يومين ثلاثه بعدين قلت اوه ترى الاكل اللي اعطيتوني اياه في مشكله، احنا نقدر نسوي ليميتيشن في البرنامج ان حد يوم واحد اذا ما جاء في نفس اليوم ما بنسوي لك ريفاوند من هالخيار ريفاوند بيريود ليميتيشن. هاي بالنسبه الى الكريت نوت المفروض موجود بعد ستاندي. هلا انت واحد ليه 21 ريال وخد حاجه ب 14 هيقول لك ان أيوة. لسه 7 ريال ولا 7 ريال ايوه لسه باقي 7 ريال بس الكريدت نوت يطير خالص، فيا انه ياخذ بمبلغ اكبر، يعني شوف مثلا خلينا نشوف مثال ثاني، نشوف مثال ثاني اللي هو هاي ب 11 هو مش هيقول لك مش عايز بيت فلوس مش عايز ايه؟ يقول لك مش عايز السالي بقيت فلوس هبقى اخدها مره ثانيه. لا يبغى فلوس ما يبغى كريدت نوت.
يعني بص هقول لك مثلا سبت ال 21 جيت خدت حاجه ب 14، اوكي هيبقى لسه سبعينات. احنا حاليا مسوينها اذا الكريدت نود يستخدم مره واحده. اذا لما كده انت كده الزبائن هتعمل مشاكل، هقول لك انا لسه فلوس. اذا بيعملون مشاكل في الحاله خليه يسوي ريفاوند بكاش، ما بتكون في مشكله، يعني يعطيه كاش. او يقول لك ماشي مفيش مشكله، انا سبت الفلوس عندكم ابقى اخد بقى حاجه، ما تجبرنيش ايه ان انا اخد حاجه بنفس السعر، ممكن عايز حاجه بس معينه. احنا نقدر نشوف لها حل ثاني، بس هي حاليا مبنيه كذي. يعني شوف مثلا الحين هاي ب 11 ب 11.98، خلينا نطلع كريدت نوت اليها. هاي اذا طلعنا كريدت نوت اليها قيمتها 11.98. الحين خلينا نسوي اوردر جديد، بس الاوردر الجديد خلينا نسوي قيمته 21.5 ونعمل تندر. التندر خلينا نخليه اول شيء بالكريدت نوت. كريدت نوت اوريدي قيمته 14، فهني بيقول او 11، بيقول لك ان هني ترى قيمته 11.9، فبيدخل المفروض كبارشل بايمنت عندك هني. فيفضل ان الكستمر ياخذ يا شيء اغلى، يا انه يضحي بالباقي الموجود في الكريدت نوت، او انه من الاساس تعطونا كاش. بس هذه كاضافه ان بتكون كذي. يمكن في المستقبل نسوي فيها اضافه جديده انه مثلا ينخصم منها ويقدر يستخدمها من جديد، بس هذه بتكون للمبالغ الكبيره، مو 21 او مبالغ صغيره كهذه. يعني يمكن تكون مثلا اذا مشتري ذبيحه مثلا قيمتها 100 ريال، قيمتها 1000 ريال، يمكن في الحالة نسوي له اكسبشن مثلا اذا كان الكريدت نوت قيمته اكبر من هذه نقدر يستخدمها اكثر من مرة. ما انت حطيتها لازم تحطها كاملة حتى لو ب 1000 او ريال كويس. صوتك مو واضح. بقول لك طالما حطيتها حطها كاملة، يعني لو حسب ب 20 زي 1000 زي 100، ايه اللي خد بحاجة ونساله باقي يفضل في اتخصم منه، لكن ما يروحش عليه كله. شوف معاي اخ احمد، تخيل انت مثلا عندك كريدت نوت قيمته 21، فرضنا 21، وجيت كل يوم عندك هذه كريدت نوت مجودنا ورايح الى المطعم انا ابغى بيبسي، تخصم عنده 2.5. يجي يوم ثاني ابغى بيبسي 2.5، يوم ثالث ابغى بيبسي 2.5، هني المطعم بيتأدى اصلا يعني. فاحنا من هالحركه بالاساس مسوين هالسالفه علشان ما يجي الكاستمر كل يوم ياخذ شيء سعره بسيط بهالورقه. بس اقدر ارفع عليكم هذا الاقتراح ونشوف الاداره شنو يقولون، ولو يعني احنا اخذنا فيه الاقتراح واتضح ان هاي الحل. لا استاذ حمزه، لو انت عايز يرجع تاني المبلغ نفسه للزبون ويستخدمه عادي، اعمل حساب شخصي ورجع له بالحساب الشخصي، ضيف الحساب الشخصي في الترجاع. صحيح. الريفند خلاص هو بقى في حسابه 10 زي 20 زي 100، لما يرجع يسحب منهم زي ما هو عايز في اي وقت، هم كده كده في حسابه. ايوه صحيح. اكو اجابه حمزه. هلا يا هلا والله. في خيار الدفع ادفانس، الدفع ادفانس حاليا موجود عندك الا الهاوس اكاونت، يعني حط في الهاوس اكاونت بعدين ادفع، بس كادفانس بهالطريقه يعني يصير بالماين. ما اسمع. تصير بالباينانس مثلا، اخلي الكاستمر مثلا هاوس اكونت مثلا على سبيل المثال ماينس 10 مثلا، بحيث انه عنده بالانس بقيمه 10 دينار اليه، يعني الى صالحه يقدر يستثمر لاحقا. حاليا لا، ما في هذا النظام الصحي اللي في نظام اشتراك شهري، الكاستمر يدفع تقريبا خلينا نقول 30 دينار 40 دينار في الشهر، وبعدين يقدر ياخذ وجبات معه. هاي قاعدين احنا الاداره قاعدين يدرسون هالموضوع. الكريدت نوت الحالي بالتوفيق الواجد لغالبيه الكاستمر، ولذلك ازيد من 90% من الكاستمر ما راح يستخدمه، يمكن شخص او شخصين بس. صحيح. وما بتركهم متعب لان السيستم قاعد يحسب الشغله، يعني لو سالفه من اول بقول لك الكاستمر بيتعب كل مره
الزبون بيجي ياخذ جزء من المبلغ اللي عنده بيتعب، بس قال عنده سيستم فما شيء ما بيتعب ترى. فهكا فكره يعني. خلنا نراجع الموضوع ونرد عليكم خبر في الموضوع اذا بنخلي انه يكون ماينس لو يكون يقدر يستخدم اكثر من مره. بس حاليا يعني احنا هو يقدر يستخدم الهوس اكونت اذا يبغى يعني يفك العباله هاي كلها. فبع عندنا استفسار ثاني عن الكريدت نوت لو ندخل لموضوع ثاني. يا باشمهندس دلوقتي لما يجي هو يرجع المبلغ ممكن يختار نقدي يحط فيه المبلغ الزياده فوق الوجبه، يعني ممكن يختار مثلا هو مثلا كانت ب 20 وخد العصير ب 14 اتبقى 6 يحطهم نقدي والباقي ياخده من الكريدت نوت الجديده، خلاص انتهى موضوع خد فلوسه الكاش وخد الباقي بتاعه. ايوه هاي صحيح. هل احنا يعني المفروض هو حل الموضوع خالص يعني خد فلوسه وخد الحاجه اللي هو عايزها وانتهى القصه كلها. ايوه صحيح، هاي المفروض الكاستمر تسوي يعني. اوكي احنا الحين بنشرح القسيمه او الفوتشر بالجلانزي. القسيمه بشكل مختصر انك كيعني صاحب مطعم تسوي قسيمه مثلا على صنف معين. لو فرضنا يعني الصنف هو الكورن سالاد او التشيكن سالاد نسوي عليها قسيمه. مثلا اذا واحد اخذ هذا الصنف يحصل مثلا هني الفوتشر، يحصل مثلا اذا اخذ الكورن سالاد يحصل 20% من قيمه السلعه. اذا قلنا هاي قيمتها 5.9 بحصل ال 20 منها 20% بيقدر يستخدمها بعدين في اوردرات لاحقه يعني. فاذا قلنا مثلا خلينا نسوي اوردر في كورن سالاد احنا هنا محددين ان البرسنتج 20%. فاذا عملنا كورن سالاد حطنا كم من اوردر ثاني وعملنا تندر احنا الحين صار جنريت الى القسيمة بس مشكلة مو قاعد يطبع. هاي مشكلة لازم نشوف من الرصيد. خلنا نخليه يطبع الرصيد بس شلون رأيكم اياه بعدين؟ ما علينا. المهم هو ينطبع المفروض الرصيد تحت بينطبع بطريقة الباركود بيكون موجود الفوتشر نمبر. بس يوم ترجعون له بعد إذا دخلتون على المنيو تلاحظون هنا عندنا خانة الفوتشر ليست، هنا المفروض يطبع عليكم كم الفوتشر الموجودين عندكم يعني. هني تحط الفاليديشن الفوتشر هنخلي مثلا ثلاثة أيام. هني نعين باي ديفولت القد 20% نضغط أوكي. هنخلي نعمل أوردر في كورن سالاد وكاري بريد. أوكي هذا السيارة. يجيب هاي الطريقة الرصيد اللي نعطيه الكستمر بعدين يجي مكتوب فيه الفوتشر نمبر ومكتوب فيه المبلغ اللي في الفوتشر صار كم وحتى في كيو ار كود عشان يسوي اذا يبغى يسوي له مسح صاحب المطعم يعني عشان يدخل دايركت. يعني مثلا يقول انا بدفع بالفوتشر يسوي مسح بالكيو ار ويدخل دايركت الكود. الحين هني اذا دخلنا على الباك اوفيس ورحنا للمنيو ورحنا للفوتشر ليست بيطلع عندنا الفوتشر اللي صار مكتوب فيه الرقم مكتوب فيه الفاليديت الى كم يوم يعني.
هني موجود عندنا الاكسبايري ديت، نقدر نستخدمه بنفس طريقه استخدام الكريدت نوت. اذا عمل جمره ثانيه عند الفوتشر عمل اوردر جديد وعمل تندر، يقدر هني يدفع بقناه الفوتشر. الفوتشر هني يكتب الرقم اللي جانا هني. إذا ضغطنا confirm يعطيه مثل الاكسبايري ديت ماله، ويعطيه فوق هني إذا بتلاحظون receive يعني كم استلم اللي هو 2.396 نفس الموجود عندنا هني. فإذا ضغط OK بينضاف كبارشل بيمنت، الحين الباقي يقدر يدفع كاش، ومن هالحالة استفاد من الفوتشر بهاي الطريقة. هاي الفوتشر بشكل مختصر. عندنا هني ريبورت على الفوتشر المفروض، او الفوتشر ونلقى اكو هني عندنا تحت فوتشر جنريتد باي سيلز ديتيل سيلز باي فوتشر. هني موجود عندنا الديتيل سيلز اللي صار بالفوتشر، وهني شلون صار الفوتشر. هاي بالنسبة للفوتشر، إذا أحد عنده سؤال عليه عشان ننتقل للكوبونات. اوكي احنا الحين خلصنا من القسيمه او الفوتشر، ما ادري سامعين عدل. المهم اذا واحد مسامعني يتكلمنا الحين. الحين ندخل على الكوبونات، طريقه تكوين كوبونات. كوبونات كان موجود عندنا خانه كوبون، الكل يسال عنها، الكل يسال شلون تشتغل. فاحنا بدل ما ندخل في تعقيدات البوب القديم اللي كان كوبون ماله كلش بيسك، احنا سوينا طريقة جديدة في صناعة الكوبونات واستخدامها. ببساطة أول ما تبدي راعي المطعم أو صاحب المطعم يدخل على الباك أوفيس، يروح إلى المنيو. المنيو من المنيو يشوف خانة الكوبون. خانة الكوبون هني يعرض لك كل الكوبونات اللي أنت سويت لها جنريت. بس إذا أنت ما عندك ولا واحد نضغط على جنريت. انت هني عندك خيار نيو كوبون جروب او تسوي مجموعه جديده للكوبونات. يعني مثلا انت الحين تقول انا بسوي كوبونات خاصه بالعيد، نسميه عيد. نضغط سيف، بينضاف عندنا الكاتيجوري نيم اللي هو كوبون جروب العيد. اوكي صار عندنا. نطلع الحين نقدر نختار الكوبون جروب من هني، نخلي مثلا العيد. هالكوبون وش طريقته، وش بسوي يعني، وش العمل مال هالكوبون؟ عندنا اكثر من شغله. عندنا ان تسوي ديسكاونت على سلع معينه او اصناف معينه تسوي لها ديسكاونت. عندنا ان تسوي ديسكاونت على البيل بكبره اذا اخذنا هالخيار. عندنا خيار ان تسوي فيكسد اماونت، مثلا هالكوبون ب 20 دينار او هالكوبون ب 200 ريال وكذي اذا اخذنا هالخيار. عندنا خيار الفري ايتم. في الحالة الفري ايتم انت تختار مثلا اذا استخدمت الكوبون بيكون مثلا السلطه فري او بيكون البيبسي فري. فاحنا خلينا نروح الى خيار ديسكاونت توتال بيل او تخفيض على الفاتوره بكبرها. اوكي احنا الحين اخترنا هذا الخيار. عندنا خيار ثاني الجنريت كوبون نمبر تايب. انت شلون تبغى تسوي جنريت للكوبون؟ هل تبغى السيستم هو يسوي الكوبون بروحه، تبغى انت تختار المانوال او اليدوي انه يكون انت تدخل كل كوبون، انت تكتب كل كوبون. فاحنا في الخيار يفضل يعني اوتوماتيك، ما حد يسوي كوبون بروح مانوال، احنا مو بدائيين لهالدرجه، بس
عندك الخيار يعني. انزين تحت تبغى انت متى يبدل الكوبون ومتى ينتهي. يعني احنا هني باي ديفولت هو محدد اليوم الانتهاء والابتداء، بس نقدر نخليه ينتهي مثلا 31. انت ما دام حددت الديسكاونت توتال بيل هني لازم تكتب كم الديسكاونت، خلينا نقول 20%. اذا قلنا 20% نضغط نيكست. اوكي الحين جتنا شاشه الجنريت كوبون او تكوين الكوبون. عندك فيلدين او خيارين مربعين، مربع تبغى انت تسوي كم كوبون، يعني على الكوبون تبغى تسوي لها تكوين. مثلا نقول نبغى 10 كوبونات، نبغى كل كوبون في كم رقم، يعني مثلا نقول الكوبون هاي نبغيه في 8 ارقام، يعني جه حدهم 8 ونضغط جنريت. اذا ضغطنا جنريت بيتولدون عندنا الكوبونات، عاجبينك ولا مو عاجبينك. اذا عجبوك اضغط سيف، ما عجبوك تقدر تضغط كلير. اذا ضغطت كلير نحذفون عشان نسويهم جنريت من جديد. سوي جنريت بسوي لك جنريت لكوبونات جديده، اذا عجبوك خلاص كل منهم اضغط سيف. الحين سوي افاو وصار لهم سيف، اضغط فينيش. الحين هاي الكوبونات الموجوده عندنا، الكوبونات حاليا باللون الازرق. اذا لاحظنا في الزاويه مكتوب ان بروسس، يعني الحين جاري تكوينهم، احنا ما خلصنا منهم يعني، يعني في الحال نقدر نعدل عليهم يعني. فاذا انت متاكد منهم الكوبونات 100% تقدر تسوي لهم تضغط على السلكت هذه عشان تحدد عليهم كامل، بعدين تضرب بروسس او يعني تكوين. اذا سوى التكوين بيتحول لونهم للون الاسود اللي هم نوت يوز حاليا، تقدر تستخدمهم، تقدر تسوي لهم امبورت مره اكسبورت. اذا سويت اكسبورت بيصير موجود عندك في الديسكتوب علشان بيكون يعني اسهل للطباعه بعدين. مثلا انا بس نفتح لكم الشاشه، هاي عندنا ملف الاكسل، موجود عندنا كوبون نمبر، موجود عندنا الجروب، كل شيء موجود عندنا هنا. نقدر نطبعهم دايركت الكوبونات ونستخدمهم. خلينا نستخدم واحد منهم يعني الحين، خلينا ناخذ هذا نستخدمه. اوكي الحين خلينا نسوي اوردر، نسوي مثلا هذا الاوردر. الحين الزبون جا قال لنا انا عندي كوبون، انا ابغى استخدم كوبون. اوكي ندخل على الكوبون من تحت في الزاويه تحت، نضغط عليه ونكتب الكوبون. اذا كتبنا الكوبون بيقول لك كل كوبون صار له ابلاي. الحين اذا لاحظنا انه صار عليه ديسكاونت لان استخدم الكوبون. الحين خلاص تطبق الكوبون، تعمل تندر دايركت وخلاص صار عليه الكوبون. الحين اذا رحنا الى الريبورت، لا مو الريبورت، خلينا نروح على المنيو من جديد. اذا دخلنا على الكوبون بتلاحظون ان اللي استخدمناه صار باللون الجراي او اللون الرصاصي، ها مكتوب عنده يوز، يعني ما تقدر تستخدمه من جديد. اذا رحنا الى الريبورت ورحنا للاذر، بنلاحظ الكوبون ريبورت وموجود عندنا هذا الريبورت تبع الكوبون انه يوزد وان قيمته 20% ونحن استخدمناه على هذا الاوردر، موجود عندنا هنا. عندنا في الكوبون تقدر انت يعني بدل ما تدخلهم انت منول هنا بالنيو وغيره، تقدر عندنا ملف الاكسل تمبلت، تقدر تدخل على الاكسل. خلنا افتحها بس. اوكي ثواني بس خليني انفتح. اوكي هاي ملف الاكسل، ملف الاكسل موجود فيه اكثر من شغل، تقدر تضيف الكوبون بشكل عام من هنا. مثلا هنا عندنا الكوبون نمبر، تقدر تكتب الكوبون نمبر، تكتب اسم الجروب. هنا هو يفضل ان انت تبدي ان انت تروح للجروب من تحت في التابات، يفضل ان انت تروح للجروب تكتب الجروبات، مثلا تكتب العيد وغيره، وتجي هني تكتبه نفسه. لو كتبته هناك مثلا كتبت هناك العيد، تكتب هني العيد عشان يدخل تحته. تكتب الكوبون نمبر، الكوبون تايب. هني الكوبون تايب اذا انت ما تعرف شنو تكتب ترى اكو موجود في الزاويه هني. اذا تبغى ديسكاونت فور سبيسيفيك ايتم، يعني ديسكاونت على ايتمات محدده،
تضرب تكتب صفر على البيل بكبرى واحد وهكذا. الستارت ديت تحط الديت، احنا كاتبين لك المفروض يكون الديت مثل التاريخ الموجود على الجهاز، يعني مثل هاي الطريقه. اذا انت مو متاكد شلون تقدر تسوي اكسبورت الى تسوي مثلا كوبون واحد تسوي له اكسبورت، وبعدين هو برايك شلون قاعد الديت مالك مدر شغال عشان تستخدمه كتمبلت يعني تسوي منه. هني الايتيمز تكتب اذا تبغى مثلا انت مسوي على مثلا الكوبون الفلاني مسوي التايب ماله ديسكاونت على سبيسيفيك ايتم وهو قيمته صفر، فما دام هذا قيمته صفر انت تاخذ الكوبون هذا اللي كتبته هني، طبعا هو بس ارقام ما في احرف، مثلا هذا نروح الى الايتم ونكتب هني مثلا هني عندنا ديسكاونت على السلد فتكتب سلد، تكتب الايتم مثلا هو مو بس السلد هو مثلا على شغله ثانيه بعد فترد تكتبه من جديد مثلا تكتب كورن سلد، فهني الكوبون بصير على هالايتمز اللي كاتبينهم من تهني. بهاي الطريقه تقدرون تسوون الاكسل شيت مال الكوبون. بعد شنو في الكوبون؟ الكوبون تشوفون شوي يعني الشاشه مالته دسمه في اشياء واجد يوم تخفونها في فلتره واجد، يعني تقدر تسوي هالفلتره تعرض وتشيل على حسب هاي الموجودين، تقدر تعرض كل كوبون اذا ضغط على الشو اول تقدر تسوي بالرنج بالديت بالضبط. احنا ها جاي بالديت لانه بالضبط نفس اللحظه فمثلي مو جايب شيء، لكن اذا سوينا كذي المفروض وين هو وحددنا العيد في مشكله شكله هني. المهم بهاي الطريقه تقدر تحدد الجروب من هني تسوي له فلتره علشان يجي دايركت. هاي الكوبون بشكل مختصر اذا احد عنده استفسار. باشمهندس الو حمزه تسمعني؟ اسمعكم اثنينكم. تفضل خليه يتكلم. انا كنت هتكلم اسال على بس حمزه دلوقتي الكوبون انا عايز 24 اديه للعميل، اخلي الرقم مع العميل لما يجي لي يبقى يدهوني. انا هجيب الارقام، هجيب الرقم ازاي بعد كده؟ انت لازم تكون الكوبون من هنا وتعطي الرقم. ايوه لازم اديله ازاي بقى؟ انا اديله ازاي بقى؟ ايوه انت تسوي اكسبورت. لو بيطبع لك كل الكوبونات الموجودة عندك بعدين تطبعها وتعطيها العملاء. يعني بيعمل اكسبورت وبيطبع؟ لا الاكسبورت بس حوله لاكسل بعدين انت تطبع. طيب يعني. اكسل لا ازاي حمزة بالله عليك؟ طب ازاي بالله عليك؟ يعني انا هطلعه على الاكسل بعدين من الاكسل هطبع؟ لان احنا يعني في بالنا كان ان الكوبون بيطبعونه من مطبع يعني ما بيطبعونه في رصيد، فما خلينا خيار طباعة من الرصيد. لازم يكون لها شكل ديمو فاتورة عشان اديها له ياخدها معاه ان هو لما يجيبها لي بعد كده، انما انت بقى هتخلينا اطلع اصدر من الاكسل وبعدين ارجع اشوفه الرقم واقول له خد الرقم ده بتاعك، فطب ابعت له ايميل ابعت له اس ام اس ابعت له اي حاجه ماشي. انما انا كده المانوال صعبه صعبه يعني. انا منتظر شلون تبغى تعطي الكستمر الكوبون؟ انت تطبعه له زي فاتوره اعمل له ديزاين كده على ريبورت صغير كفاتوره تنطبع، او نبعت له اس ام اس او نبعت له ايميل وخلاص، او ايميل يكون افضل يعني. يعني اكيد اللي جايب الكلام ده فهو اكيد يعني حد انا عايز اديله، فهبعت لمجموعه من العملاء اقول له خد كوبونات بكذا او اس ام اس. يعني مثلا اذا جاي اشترى من المطعم تقول له اذا انت اشتريت بنعطيك كوبون يعني بهالطريقه؟ يعني انا مثلا لو واحد جه يشتري ممكن اقول له هديك كوبون بكذا لو انت جيت المره الجايه، انا طبعا الكوبون ده مديه له ده خلاص. ممكن العملاء اللي عندي اقدمهم واقول لهم في كوبونات دلوقتي وخصم مثلا 10% بمناسبه العيد، هبعت لهم كلهم عامل جنريت الايميل ليهم كلهم وابعت لهم كل واحد بالكود بتاعه. يعني المفروض حق كل كود يتخصص انه يروح لايه لحد معين، مش هقعد اختار بقى واحطه وصعب الموضوع على نفسي. ايه اقول لا 10 دولت ال10 دولت دول ال10 عملاء دولت،
هو البرنامج اوتوماتيك يجي مفاهم، انا ما بعرفش هو ده مين ايه وده ايه. المهم في الاخر واحد هيجيب لي كود احطه انتهى الموضوع. طيب الكود ده لما انا اعمله 10% خلال انا عملته خلال يومين، هو مره واحده وانتهى ولا هيفضل شغال بقى خلال الفتره؟ اذا تحول لونه لون رصاصي خلاص انتهى، ما يستخدم من جديد. يعني ما مش طب انا عايز اخليه مثلا، انت حطيت الاكسبار بتاعه؟ ايوه حاط الاكسبار بتاعه. الوان تايم، الوان تايم اكسبار بتاعه مثلا 3 ايام، هي وان تايم في الثلاث ايام. طب افرض انا 3 ايام خلاص، لازم كل يوم اعمل له ثلاثه، اعمل له ابعت له 3 كودات. ايوه حاليا كذي، يمكن نقدر نخلي خيار نقدر نستخدمه اكثر من مره، بس حاليا نقدر نستخدمه بس مره واحده. مرة واحدة الاكسباير اللي انا حاطه بس، لما يعني خلاص انا عايز ايام العيد ال5 ايام، هضطر ان انا اعمل له كل يوم كود في الوقت الحالي كده. ايه على فكرة هي دي ممتازة جدا، والطريقة ممتازة جدا، بس لو ظبطنا شوية الحاجات دولت يعني انت مش تقول اللي كان ان مثلا بيسأل. الكوبون تبغى تستخدمها اكثر من مرة؟ اكيد اكيد انا عامل عرض. يعني انت بتقيس، حتى انت بتقول في المثال العيد هو العيد يوم واحد، ده 5 6 ايام. ايه بس تخيل مثلا يجيك كحن كالحين، يطلع تريق، يرد يجي يتغدى، يجي يتعشى، ها ما بيكلف المطعم. ما هو دي سياسه المطعم بقى اللي شوف، انا اللي بحدد فيها. يعني انا ايه دلوقتي انا عملت له كوبون 10% عادي، طول ما انت داخل وطالع لي انا عايز ال 10%، هتبقى مثلا على النسبه المئويه مش على الفري، ولا على او على مثلا انواع معينه، اصناف معينه زي ما انت كنت بتقول، او اسمه ده، او قسما ماونت هديك 10 10 ريال شغالين معاك. ايه انا بحدد فيها بديل، وانا مصلحتي ان انا اعمل له خصم يعمل ايه تاني يجي لي ويروح لي طول النهار، انا اعمل خصم عشان كده. ايه اعمل بس انا ليميت احسن. ازاي استخدمها اكتر من مره، وازاي اوصلها للزبون الرقم بتاعه، عشان انا ما اقعدش على الاكس، لا اطلع واخد واطبع واعمل ديزاين انا بره واقعد اعمل فيه الكلام ده. ايه هاي فيها أكثر من مقترح. خلنا أراجع مع الإدارة إنه يقدر نخلي مثلا 3 مرات، إن يا إنه يقدر يستخدمه مرة واحدة، أو إنه يقدر يستخدمه على طول، أو إن إحنا نحط مدة معينة يقدر يستخدمه فيها. يعني مثلا يقدر يستخدمه بس 4 مرات، بس 3 مرات، فنقدر نسويها بالطريقة. بس خلنا نشوف مع الإدارة علشان نعدهم، هم عندهم الكلمة الفيصل. بالنسبة لعلي اي اي تي كان تتكلم. انا كان عندي استفسار على الديتيلز اللي بينطبع في الرصيد، الكوبون البوشر شلون بتكون؟ انا اسوي كوبون جديد. وشيء ثاني، اذا كان بيسوي لي ريفاند وهو مستخدم هاي الرصيد الكوبون او فوتشر، هل في اوبشن يكون الريفاند ديسيبل؟ اذا استخدم الديسكاونت، اذا استخدم الكوبون ما يصير ريفاند. ايه وحاليا ما فيها الخيار، بس نشوف هل في امكانيه فانكشن نضيفه. لا لان ما اعتقد اكثر المطاعم والمحلات التجاريه ان اذا استخدم كوبون ما تقدر تسترجع اخذ يعني دفعته. وشيء ثاني، وقت الجنريت كوبون يعني هو تعرف عليه ان الكوبونات تعطى مثلا اذا واحد اشترى مثلا نقول 50 دينار، انا اقدر اسوي جنريت في نفس الوقت الى كوبون واعطي هذا الكاستمر اللي اخذ 50 دينار مثلا. انا ما الطريقه موجوده عندكم الحين، لا بس اسوي جنريت كوبون ووزعها، ما في بروسيجر معين اعطيها لاي كاستمر، لا يجي على بالي بعطي كوبون انا، خلينا نقول كذي. اي كذي هو يمكن الورك اراوند المثالي لل 50 دينار يمكن يكون الفوتشر، ان انت تعطيه هذا يكون فوتشر صح، بس نفس الشيء للكوبون بعد. اي بس خلينا نشوف الموضوع شلون بصير، هل في امكانيه ان نخلي مثلا اذا واحد اشترى بمبلغ اكثر من اللي حاطينه احنا مثلا المينيمم، هل قال مثلا ياخذ ازيد منه مثلا 50 دينار وفوق، انه يتولد له كوبون. الفوتشر محدد على الايتم مو محدد على الرصيد. ايوه صح، الكوبون بيكون افضل لو محدد على الرصيد، مثلا اذا وصل فاتورته 50 دينار يحصل الكوبون خلينا نقول 20%. اذا هني بتلاحظ عندي يون الفوتشر، الفوتشر هني محدد حتى على البيد اماونت، تقدر تستخدمه على الاندفع هني، تقدر اذا ضغط على هني تستخدمه على المنيو ايتم اللي هو على الايتم المحدد فقط،
بس اذا اخترت البيد اماونت هني تحدد على الفاتوره بكبرها. بخصوص الفاتوره ديتيلز مال الرصيد وقت استخدام الكوبون او الفوتشر. ايه خلينا نسوي كوبون جديد، ناخذ الكوبون ثاني. اوكي الحين خلينا نسوي اوردر جديد، ان شاء الله يطبع عدل لان شوي البي دي اف في مشكله مال ويندوز. هاي نزله واحد اثنين. اوكي هذا محطوط على ديسكاونت توتال، مكتوب له رقم الكوبون. اذا بتلاحظ عندي هني انكتب له رقم الكوبون وانكتب له كم صار الديسكاونت بهاي الطريقه. اذا رحنا بعد الى البي دي اف الثالث، هذا الرصيد اللي ينطبع الى هذا الرصيد تعطي كاستمر انت بشكل عام، اكو يطلع عندك الديسكاونت كم صار ويطلع عندك الكوبون نمبر. بهاي الطريقة يطلع الكوبون. اكو الفوتشر لحين موجود، هالفوتشر صاير على القيمة بكبرها، مو صاير على قيمة يعني سلعة معينة، صاير على الفاتورة بكبرها. في احد عنده استفسار عن هذا؟ لو ننتقل لشغلة ثانية الحين. اوكي القائمه المتعدده خلينا شوي نسوي لها سكيب حاليا لان بتحفز المنيو عندنا شوي. فخلينا ننتقل حاليا للعروض. العروض اللي هي البروموشن، اذا رحنا الى البروموشن وعملنا نيو بروموشن نقدر نسوي بروموشن تايب هنا. هالاشياء ما كانت موجوده عندنا، لا الاوردر تايب ولا يعني اضفنا فيها المهم اشياء جديده، انه مثلا يسوي العرض هذا يكون موجود فقط الى الداين ان او فقط للكويك سيرف او فقط الى الدليفري او فقط الى، المهم انتم تحددون من فوق يعني الاوردر تايب. هو شغال بنفس طريقه البروموشن، بس هذه كانت الاضافات اللي اضفناها في البروموشن، يعني ما اعتقد يحتاج لها شرح واجد لان شوي احنا مداهمنا الوقت، فما ادري يعني ما اعتقد تحتاج لها شرح زياده. ايوه اتكلم اخ احمد. خلاص مفهومه دي حمزه، تحديد لكل حاجه سواء تكبير سيرفيس ال ايه اتصال توصيل كل حاجه لها ما احتاج. ايوه اوكي انتقل لوحده غيرها بسرعه الحين. الدفع المورد اللي هو الفندر بيمنت شرحناها. خلينا نروح للتعديل على عمليات الدفع والاستلام اللي هو البي ان والبي اوت. ما كان فيها تعديل، اذا واحد سوى بيمنت خلاص صار بي ان، خلاص صار بي ان ما نقدر نعدل عليه. بس احنا حاليا اضفنا خيار انه يقدر يعدل، يعني مثلا احنا عملنا هنا بي ان وخلينا نعمل بعد بي اوت. في الحالة احنا الحين عاليا عندنا الخيار ان نسوي edit للبي ان والبي اوت، موجود عندنا هني نقدر نعدل عليه. احنا واجد جالنا طلبات ان ترى يعني نبغى نعدل على البي ان، بس صار بي ان ما نقدر نعدل عليه، يمكن دخلنا شي غلط نبغى نعدل شغلة معينة في البي ان او البي اوت. فلان صار عندنا ريكوستات واجد ان نحتاج تعديل، فتحنا هالخاصية ان تقدر تعدل انت على البي ان والبي اوت من هذا الخيار.
الحين خلاص تعدى على الباي ان، نقدر نعدل على الباي اوت بنفس الطريقه اذا ضغطنا على الايديت. هذه اعتقد مفهومه وما تحتاج شرح زياده، يعني هي مجرد يعني تعديل على الباي ان والباي اوت. عندنا خاصية جديدة في أكثر من كاستمر طلبها، مثلا هني إذا بتلاحظون عندنا حاليا موجود التيرمينال كارد، ما كان عندنا موجودة هالخاصية من قبل، إلا كان موجود عندنا فقط الكارد الكريدت كارد. احنا حاليا أضفنا شغلة جديدة اللي هي التيرمينال كارد، في المستقبل نقدر نضيف أشياء جديدة زيادة يعني لو بقينا، بس يعني حاليا هاي الاشياء المهمه يعني، لان حاليا ما حد يستخدم الكريدت كارد، انت ما تستخدم الا التيرمينال كارد، فاضفناها واضفناها كديفولت حاليا يعني. قبل كانت الكريدت كارد هي الديفولت، حاليا الديفولت هي التيرمينال كارد، لان خصوصا يعني الخليج ما يستخدمون الكريدت كارد، يستخدمون التيرمينال كارد. فهذه عشان تساعد الزبون انه اذا يبغى مثلا يستخدم تيرمينال كان لازم يدخل تندر، الحين ما يحتاج يدخل تندر، من الشاشه هذه يقدر يستخدم التيرمينال كارد دايركت. في خاصيه ثانيه نسيت ما شرحتها او اللي مو مسجله عندنا هنا يعني، اللي هي في الموظفين. الموظفين حاليا اذا دخلت الى الاكسس انفو هنا عنده خيار ان مثلا انا كموظف اسمي الاونر ابغى تطلع عند المنيو كسكندري نيم، انا الموظف اسم حمزه ابغى المنيو لانجويج تطلع عندي البرايمري، فاضفنا لهم هالخاصيه علشان تسهل بدل ما يروح يضرب يغير السكندري نيم او البرايمري نيم وشذي. شفت إذا أحد عنده استفسار عن هالنقطتين أو عنده نقطة ثانية يمكن ما شرحتها مو موجودة عند هني. حمزة بعد إذنك، بس حمزة، هل لما إحنا بنحط الاسم الرئيسي هو اللي يطبع في المطبخ كمان أساسي صح مفروض؟ اللي يطبع في المطبخ هو الكيتشن أليس إذا بتلاحظه هني، بس إذا أنت ما حطيت الكيتشن أليس شوفونه موجود عندنا هنا في الباك. ايوه شوفوه هنا، اللي تكتبه هنا هو اللي بيطبع في المطبخ. تمام، عشان ده عشان لو حولت اللغه مش حدد على المطبخ يتحول ايه المطبخ مظبوط، لازم أيوة. اسجل الكيتشن ايه صح؟ ايوه صحيح. دفع الموارد حمزه ما رقش عليه من شرحتهاش، هو دفع الموارد شرحته امس بس خلينا نشرحها على السريع. بس خلنا أول شيء وهل بيدي تقريبا المورد دفع عليه فلوس قد ايه وعليه فلوس قد ايه برضه؟ ايوه شوف مثلا اذا سجلنا هنا بائع الخضار وعملنا صار شوي رسيت ولا الداتابيس، فالمهم اذا مثلا خضار احنا الحين حددنا انه يكون الفندر بائع الخضار على الطماطم، فاذا دخلنا الى الميك بيرتشيس اوردر عملنا نيو حددنا الطماطم وكل شيء مثلا كوانتيتي والباك مثلا سايز 2 والسايز اوف باك 5 وعملنا له ديسكاونت بيرسنتج 20% وعملنا سيف. انت هنا اذا رحت بعدين هو احنا اضفناه كبرتشيز اوردر اضفنا يعني
الريكورد بس ما سجلنا هل احنا دفعنا ولا ما دفعنا. فعندنا خاصيه جديده لها خاصيه الفيندر بيمنت او الدفع المورد، اذا ضغط عليها ومن السلكت فيندر او اختيار المورد اخترنا بائع الخضار، تطلع عندنا كل المدفوعات المفروض ندفعها له، وهل في باقي ولا ما في باقي. يعني مثلا في الحاله عندنا 840 غير مدفوعه، اذا ضغطنا على هنا نقدر نشوف الديتيل مال يعني البرتشيس شلون كان. اذا ضغطنا على هاي المستطيل الفارغ نقدر نحدد كم بندفع عليه حاليا. حاليا بندفع عليه بس 50. نكتب مثلا اللي استلم محمد هو اللي استلم المبلغ، ونكتب مثلا ادفانس او شيء اي شيء، المهم يعني هذا الريمارك. عندنا هنا اكثر من خيار عن طريقه الدفع، شلون دفعنا احنا، هل دفعنا ترمينال كارد، كاش، تشيك، بنك ترانسفير وغيره. ده خلصنا، نضغط نضغط كومبليت. ممكن سؤال يا حمزه بعد اذنك؟ ايوه. طب انا دفعت له كاش، هل بيلمس الصندوق ولا ماليش علاقه بالصندوق خالص؟ شوف هنا، شفت الويندو هذه النافذه، يعطيك خيار هل انت دفعت من الصندوق لو انت دفعت من شغله ثانيه. تمام. ايوه، فاذا اخذت من الصندوق من خصم ويا الكاشير اوت بيطلع، اذا ما اخذت من الصندوق ممكن دفع دايركت بطريقه عاديه. خلنا نشوف شلون يطبع عندنا بعد. بيكون له طبع عندنا بهذه الطريقه، ان احنا دفعنا فيندر بايمنت لبائع الخضار، الريميننج بالانس هالقد، احنا دفعنا هالقد، والانفويس نمبر مال البرتشيس اوردر، ويطلع عندنا هنا بعد من اللي استلم والريمارك وغيره، طريقه الدفع موجوده عندنا هنا بهاي الطريقه. يعني مثلا هنا طالع عندنا الحين الانبيد وصلها القد، حتى موجود على الريبورت المفروض اذا نزلنا تحت الفندر بيمنت ان ترى احنا دفعنا هاي المبلغ. هاي بالنسبة للفندور بايمنت، وشرحنا احنا هذا وشرحنا ذا، باقي الكيو ار الخاص بالبوبس، البوبس كلاود. نحن عندنا حمزة، حمزة بعد اذنك بس اكمل، ممكن ادفع للمورد من شاشة الاستلام من برا؟ شلون؟ يعني جاء مورد عايز جزء من الفلوس بتاعته، عايز اديله مبلغ من الكاش ادفعه له من الاستلام من برا من غير ما اخش على الباك اوفيس. يعني من هنا؟ ايوه من الاستلام من بره. ايوه لا، قائمه الاستلام اللي بعد الاستلام والدفع اللي بره على يمين. ايوه فوق الصفحه هذه. البيمنت والبي ان والبي اوت. ايه ممكن عايز اعمل ادفع له دفعه من هنا، يعني عايز ادفع دفعه للمورد، هل ممكن ادفع على فاتوره معينه ولا عايز ادفع لمورد معين؟ عايز ادفع له بس الدفعه واكتب السبب هنا، ما ليش علاقه بالفواتير يعني. هاني قاعد نشوف، هي كانت موجودة بس احنا اخفيناها لان نبغى يكون شوي سبيسيفيك على الفندور بايمنت، يكون سبيسيفيك بس بعد نقدر نشوف لها حل ثاني. انا بقول لك المورد بيبقى عايز تديله جزء منها. طب ما وانت بس في لما تعرضت للفاتورة، لو انت رحت على الكاتيجوري الفندور كاتيجوري، روح كده دالة الفندور كاتيجوري اللي انت عملتها. ايه عملها كده، اي دالتها كده، روح بقى على الانفنتور ايتم كده، المفروض ما تكونش موجوده صح؟ المفروض ما تكون موجوده صح. ايوه دي عامله مشكله كبيره. هاي بنشوف لها حل ان شاء الله. تمام. ايوه. اوكي، في احد عنده سؤال ثاني؟ لو ننتقل بس حمزه، مش المفروض لو عمل عمليه رب مخزون بنك ودفعت منها مطلوب ما تمسحش مع السيستم اصلا زي المسح اصلا؟ انت بدل عملت حركه عليها على السيستم زي المسح اصلا، بدل عملت حركه على السيستم بيها سواء مخزون او رب زي المسح، ما كده هتلاقي ابوظ الحسابات عندك كده لو انت مسحت الحاجه. هتعمل هيدن بس، هتعمل هيدن، هتتعمل هيدن مش هتمسح، هيدن بس. ايه صلاه هيدن بس، يعني بس تظل موجوده يعني في السيستم، مش حاجه بتتعمل هيدن في البرنامج، مش حاجه بتتمسح خالص.
اوكي اوكي احنا عندنا خيار جديد خاص بالمشتركين الكلاود اللي هو اذا رحنا تحت الى الكومبوننت بنلاحظ هنا عندنا بوبس كلاود اوبشن. بوبس كلاود اوبشن عندنا هذا الخيار برنت كيو ار كود. هذا الكيو ار كود متى ينطبع؟ ينطبع في حالة الرصيد، اذا اولا الجهاز مربوط بكلاود عليه كلاود ومعلم على هذا الخيار، الرصيد من تحت ذيل الرصيد يعني تحت كلش ينطبع كيو ار كود. اذا الكستمر مسح على الكيو ار كود بدخله على صفحة كلاود، دخل فيها معلومات الكستمر. خلينا نشوف اذا عندي كلاود ديمو. المشكلة اللي عندنا النسخة في ديمو ما تصلح إلى هالشغلة، بس المهم هي تطبع كيو آر كود. الكيو آر كود استخدمه الكستمر يكتب معلوماته اللي هو اسمه يوزر نيم الاسم الإيميل رقم تلفون، ويطلع له الرصيد مالك بالإنترنت. يعني هو يقول ما يبغى يشوف رصيده من الانترنت، اذا مسوى مسح على الكيو ار كود بيقدر يشوف رصيده من صفحه البوبس الخاصه بالعميل، وبيسجل عند العميل ترى الشخص الفلاني دخل على الكلاود مالك، ويعني يحط حاط معلومات انه ترى شاف الرصيد ماله بالكيو ار اللي حطيته له انت في الرصيد. بس مشكله ما اقدر اركني عمليا هني. حمزة وانت ضفت الـ API خلاص شغال؟ ايوه الـ API شغال ان شاء الله. خلاص دلوقتي نقدر نعمل انتجريشن مع اي حاجة دلوقتي؟ ناخد من الـ API على طول؟ ايوه. طيب مش هنحط بقى الـ في الـ device number بقى في الحاجات دي؟ ما سمعتك عدل. مش هنحط الـ device number هيكون عشان اعرف الـ device number بتاع الجهاز بعد ما فعلته؟ احنا بالنسبة الى الـ API هاي نحتاج نعطيكم documentation وتشوفونها عادل. تمام لو جاهز انت خلينا نشوفها، بس انا عايزين device number كمان ينضاف. انت بنعرف البيزنس نيم والبيزنس فون وال 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 والكي، بس الـ device number من خلالكم اضافه هذه ان شاء الله عشان تعرفون device number بعد عشان لو تغير اعرف ان طب تقدر تدينا history اللي حصل على الكي ده لو البرنامج شغال. هاي بقى خلنا نشوف موضوعها ان شاء الله. الحاجة تديها للفندور تديها لنا مثلا نخش ويب سايت نشيك على الحاجات بتاعتنا. برفع هذا الاقتراح وان شاء الله نشوف شلون يقولون اداره، هل نقدر نعطيكم الهستوري ولا ما نقدر. تمام. ايوه. عندنا كم من تعديل صار على مزود الخدمه. مزود الخدمه حاليا حاطين له اكثر من شغله جديده. مثلا مطاعم يتعاملون مع طلبات، اذا مطعم خلنا وش نسوي مزود خدمه عشان نشرح عدل. مثلا نقول طلبات اوكي. احنا الحين بعد ما اضفنا طلبات، مثلا في مطاعم يقولون اذا انت اخذت من طلبات كفيلته بيكون سعره لك مثلا الى طلبات بدل ما هو ثلاثه نسوي لك تخفيض ونعطيك 2.5. فالحين هني عندك انت التحكم بالاسعار اللي يجون من مزودي الخدمه. يعني اذا انت مثلا اخذت طلبات تسعيرتها بعد تختلف عن التيك اوت والتيك ان والداين ان وغيره. مثلا تقدر تخلي طلبات مثلا 2.5 كارج مثلا 2 وغيره بهاي الطريقه.
نفس الطريقة، نفس الشغلة موجودة حتى في في الموديفاير، وغير عن الموديفاير موجودة بعد في الكومبو. الكومبو مشكلة صار لها رصيد هذي في المطالعة. المهم الأسعار تقدر تاخذ أسعار سيرفيس بروفايدر يكون لهم أسعار كلهم غير يعني عن اللي قبل. يعني إذا جينا هنا إحنا إلى الكويك سير وعينا الطلبات، وش كان أصلا شهادة؟ خلنا نحدد الكونسلات بيكون سعره مثلا 5. اوكي الحين اذا اخترنا طلبات او هاي الشغله هني عدلناها بعد كريدت كارد وديبت كارد ما حد كان فاهمينها. المهم الكونسلات طلع عندنا ما دام هو طلبات عنده سعره 5، لكن اذا شلنا سيرفيس بروفايدر يطلع 5.9. هاي التسعيرات جديده تصير لمزودي الخدمه، اضفناها يعني كخاصيه جديده الى مزودي الخدمه او سيرفيس بروفايدر. بالنسبه للمكالمات المستلمه من الكولر اي دي، اول شيء اذا واحد عنده تعليق عن مزودي الخدمه يفضل. يا حمزه لو انا دلوقتي عندي مثلا، انا شغال في مول كافيه، ده شغال في مول ببيع للزبائن بسعر وببيع للاستاف بتاع المول ده بسعر تاني، هقدر استخدم بقى الحته اللي انت عرفتها الجديده دي لانك انت بتحط سعر مميز للحاجه بتاع سيرفيس بروفايدر؟ إذا هو بيستخدم المول كسيرفيس بروفايدر يمكن هنستخدمها انا كانت ناقصني الحته دي، بدل ما كنت بحط للمنتج سعرين ده خلاص انا هستخدم دي بقى ان انا ايه احط سعر للستاف بتاع المول، لان طبعا كل حاجه بكل اسعار مختلفه واقول ان هي مش مدفوعه واكمل العمليه عادي. ايوه تصلح هاي يعني الشغله، ممتاز ممتاز وتحل ازمات يعني شوي. حمزة أقدر أسوي امبورت أسعار السيرفيس بروفايدر من الإكسل شيت؟ ها أسعار السيرفيس بروفايدر من الإكسل شيت، خلنا نتأكد بس. تروح إلى المنيو، خلنا نطلع التمبلت. للأسف ما تقدر تسوي حاليا امبورت من الأسعار الخاصة بالسيرفيس بروفايدر، لازم تضيفها مانوال. لأنها هي شوي بتفتح لنا باب زيادة يعني، لأن بس لازم خانة جديدة وعندها عندك أكثر من سيرفيس بروفايدر. فبس يعني إن شاء الله تتطور وبينضاف تحت هالإكسل شيت إن شاء الله تبع السيرفيس بروفايدر، بس حاليا مو موجوده. تمام. خلنا نشوف بس ثواني اطلع رقم المكتب عشان اتصل وتشوفون شلون شغال الكولر اي دي الجديد، الخاصية الجديدة في كولر اي دي.
اعرفش ان الكولر اي دي مشغل عند عدل. كولر اي دي صار ديسيبل عندك. ايوه صحيح صار ديسيبل. اوكي احنا الحين استلمنا اتصال من الكولر اي دي. انا بس نعين الى يوزر مثلا اوكي احنا الحين سوينا طلب بالكولر اي دي. الحين انا كشخص مطعم واجد تصير يعني انه مثلا يتصل له من جديد يقول اوه انا سويت ما طلبت هالشغله مثلا فنفس الرقم اتصل من جديد ما طلعت الشغله هذه دقيقه بس ايوه هنا يطلع عندنا خيار ان هل في ترى وشو اسمه كاستمر متصل على نفس الخط من قبل ومسوي اوردر هل تبغى تسوي تعديل على الاوردر لو تبغى تسوي اوردر جديد فاذا سويت تعديل يطلع عندك متى صار الاوردر وهل انت تبغى تعدل عليه بهذه الطريقه يعني شوي شغله بسيطه بس حلوه في الكولر اي دي اضفناها هاي بالنسبة للكولر اي دي اذا احد عنده استفسار عشان نروح لاخر شغلة اللي هي بتكون قائمة الطعام متعددة اوكي قائمة الطعام متعددة بشكل مختصر هو انك مثلا كمطعم تقدم أكثر من شغلة شغلة مثلا تقدم انت الريوق تقدم منيو خاصة الغداء منيو خاص العشاء منيو خاص وانت ما تبغى يعني تستخدم كل هذا المنيو علشان هذه الشغلة تبغى مثلا تستخدم إلى البريكفاست أو للريوق شغلة معينة ما يطلعون في وقت الغداء مثلا أنا ما أقدم مثلا شاي حليب الا الصبح ما قدمه في الليل فشلون نطبق هذه الشغله نطبقها ان احنا نروح الى السيتنج ونروح الى ستور اوبريشن الستور اوبريشن نروح الى الاذر عندنا هنا شغله اسمها سويتش منيو بيس اون بزنس اور او التغيير خلينا نشوف ترجمته بالعربي ترجمتها بالعربي تبديل قائمة الطلبات بناء على ساعات العمل يعني احنا هني اي هو اللي بيكون التأثير الأكبر في هذا الموضوع البزنس اور السيستم بيحدد البريكفاست بيحدد اللانش بيحدد الدينر بناء على الموجود عندنا هني يعني من الساعة 6 للساعة 12 المنيو بتكون منيو الفطور من الساعة 13 إلى 18 بيكون منيو الغداء ومن الساعة 19 إلى 12 بيكون الدينار أو العشاء أوكي إحنا عقب ما ضبطنا هذا يلا ومتأكدين منهم إن ترى إحنا ما نبغى المنيو إلا بعد هذه الفترة الحين لازم نضبط المنيو
نروح لس بس يكون في بالكم يعني ان اذا حددنا على هذا الخيار اذا حددنا على هذا الخيار شوفوا ايش يعطينا. بيقول لنا ان ترى اذا حددتون المنيو مالكم كلها بتطير، فانت لازم تكون متاكد 100% ان انت تبغى هذا الخيار، لان الاوردر سكرين لازم تبنيه من جديد. فاوكي نضغط اوكي صار على الصح. الحين اذا رحنا يعني شفنا الكود سير تشوفون انه ما في شيء لانه صار له ريسيت، لان احنا لازم تبنيه من جديد. فنروح للباك اوفيس، نروح للسيتنج، نروح الى سكرين ديزاين. السكرين ديزاين نروح للاوردر سكرين. الاوردر سكرين بتلاقون هنا في الزاويه فوق خانه جليله فيها الاوقات. مثلا انت تبغى شغله في البريك فاست، مثلا البريك فاست انا ابغى احط مثلا ساندويتش نضغط اهد ونحط في الساندويتش مثلا موجود عندنا اضفناهم. اوكي نروح الى الغداء مثلا نقول عيوش. اوكي الحين نضيف المنيو الغداء، نروح مثلا للدينر نقول مثلا باستا. الحين اذا لاحظنا ان كل منيو كل فترة لها منيو غير، طبعا تقدرون تخلون اي قد تبغونه يعني، بس هذا كمثال حطيت لكم بس جروب واحد. الحين احنا اذا لاحظنا من الستور من البزنس اور احنا حاليا الساعة 11، يعني المفروض يطلع لنا المنيو مال البريك فاست. اوكي الحين اذا رحنا للكوك سير تجينا قائمة الساندويتش فقط، لان حاليا الوقت مالنا مال البريك فاست. خلينا نغير شوي في الوقت بدل ما يكون للساعة 11 هذا للساعة 12 نخلي للساعة 11 او خلي للساعة 10. هني من الساعة 11 للساعة 18 المفروض الحين يعطينا المنيو مال الغداء. خلينا نشوف اكو جاب لنا العيوش، هذا المنيو مال الغداء. الحين بنفس الطريقة يصير الى المنيو مال العشاء، مثلا خلينا نخلي 9 خلينا نخليه 10 وهذا 8 وهذا 9 وهذا 10 وهذا 11. الحين المفروض يجيب لنا المنيو مال الدينار اللي هو جاب لنا الباستا. هذا الملتي منيو اللي عندنا يفيد المطاعم اللي عندهم منيو متعدد كل فترة عندهم منيو ثاني، وتصميمه سهل يعني نوعا ما، ما اعتقد فيه صعوبة لما فيه، بس ما اشوف انه فيه صعوبة. يمكن المعضلة الوحيدة اللي بتجيكم انه بصير رسيت للمنيو، فلازم تكونوا متأكدين قبل ما تعلمون على هذا الخيار. اذا احد عنده استفسار يتفضل. حمزة بالنسبة لو كافيه عنده اكتر من قاعة، يعني كافيه عنده مثلا قاعة البحر وقاعة وايل، الاصناف قاعة على البحر على الجهاز ده سعرها مثلا بيبسي 3 ريال والبيبسي في قاع العوائل 4 ريال مثلا، تمام؟ مش عايز الكاشير يتدخل في اي حاجة، عايز الاوتوماتيك الجهاز اللي على البحر يعرض السعر بتاعه 3 ريال والسعر اللي في العوائل يعرض 4 ريال. ها يعني بتكون شغلة زيادة في الداين ان مثلا، خلي ان كل فلور الى تسعيرات الخاصة بعد. ايوه يعني انا عايز كل قاعة هتلاقي جهاز وكلهم مربوطين بسيرفر واحد. ايه. كلهم مربوطين مع بعض وطلعوا تقرير مع بعض وكل حاجة. بس السعر هنا غير سعر الجهاز اللي في العوائل. يعني زيادة الداين ان بعد يعني الطلبات الداخلية يكون فيها يعني كل الطلبات الداخلية. ايوه. يعني هنقدر حل ثاني بس حاليا ما لها حل عندنا حاليا. بس نقدر نشوف لها حل ثاني يعني نتكلم مع الاداره نشوف موضوعها. يمكن في اشي يفيدكم ان تخلون تيبل شارج زياده على الطاولات اللي هناك،
بس كحل ان منيو يتغير سعرها بالنسبه الى الفلور، هذا حاليا مو موجود عندنا. طب شوفها كده وناقشها مع الاداره ان شاء الله. احنا الحين نقدر نسوي سويتش باك الى النمط العادي اللي بدون ملتي منيو، بس بعد في الحالة طارت عندنا المنيو، فمو واحد يقول ان مثلا ضربت على الخيار بالغلط، حاسب للخيار واجد لانه بتطير من عندكم الاوردر سكرين. فمشلي احنا اصلا جي اذا واحد اختار على الخيار يعطيه انت متأكد لو مو متأكد. حمزة بقول لك افتح الكيبات كده في اي مكان اكتب فيها وشغل الكابس لوك كده. افتح شنو بالضبط؟ افتح اي مكان بس وشغل الكيبورد بتاع الجهاز واضغط على الكابس لوك كده. اي مكان؟ لا مش في الجهاز، في البرنامج جوه. اوكي مثلا خلينا نروح الى ريكول ثور فاوند. اوه هني ما في كيبورد موجود، الكيبورد تحت كابس لوك. يعني كابس لوك كده يكتب اي حاجه، يكتب احمد كده. شغال معاك؟ ايوه شغال. امال انا عندي مشكله في التاتش ليه؟ ما يطلع الكابس عندك يعني؟ لا الكابس بيطلع بس الحروف تفضل تتكرر معي، مش عارف حد قال له المشكله دي قبل كده ولا لا. تتكرر يعني اضغط مثلا بي وانا كنت ضغط اكس لا يفضل على الاكس اكتر من مره. دي يمكن انت تستخدم التاتش بس انا استخدم الماوس، يمكن في مشكله في التاتش. شوف اذا في واحد بس ده مش مره واحده، مش مره واحده، كانت اكتر من مره. المهم خليني اصور لك فيديو عندي على اكتر من جهاز بتقابلني. أيوة. في التاتش باتري. ايوه بس ابعث لي فيديو خلينا نشوف الموضوع ان شاء الله. في شغله اخيره يا استاذ حمزه. اهلا. ما في مجال تخلون الكيبورد عربي نفس الكيبورد اللي يطلع في الشاشه في البرنامج؟ موجود عربي الكيبورد، يعني لاحظوا وياي اذا احنا الريكول ريفاوند مثلا ضغط على الاي ار اللي صوب السبيس هذه تحول عربي. تمام تمام يعطيك العافيه. الله يعافيك. في الكاشير اوت صار عندنا خيار زياده ان انت تعرض الديتيل سيلز من هذا الزر. الديتيل سيلز ريبورت بيطلع في هالفتره اللي صار فيها الكاشير اوت، يطلع الديتيل سيلز ما بين الساعه 29 الى 11 19. هاي الفتره اللي كان فيها الموظف هذا يستخدم الجهاز ومسوي كاشير ان، يطلع الديتيل سيلز كامل اللي سواه اذا ضغط على هذا الخيار. حمزه طب بالنسبه لصاحب مطعم مش عايز الكاشير يشوف التقرير اللي طالع، يعني عايز الكاشير اوت اوكي اتقفل وبعدين يبقى يجي هو يطلع الكاشير اوت براحته، يعني مو عايز الديتيل سيلز يطلع مثلا؟ هاي قصدك؟ لا مش عايز الكاشير يشوف التقرير ده نهائي. ها نهائيا مو يشوف التقرير، لا بعد ولا قبل يعني. يعني الكاشير ده مش عايز يشوف التقرير، عايزه يبقى هو يجي بعدين يعلم على خير او يطبع هو التقرير بنفسه. ها خلينا نشوف لها حل ثاني، بس حاليا مو موجود عندنا الخيار يعني. هي اشوفها عقبنا قبل بس لازم اجيبه. اتطلبت مننا عشان كده سالت فيه. خلنا ارفع الخيار للاداره ان شاء الله هذا الاوبشن ونشوف هل بيضيفونه لو لا. اوكي. في شغله اخيره عندنا هني اللي يطبع لك العمليات اللي صارت في الحساب الشخصي او الهاوس اكاونت،
تبع الكاستمر او الزبون. يعني مثلا عندنا احنا هنا حمزه كان عدل العلامه خلينا يقدر يستلم هاوس اكاونت بحد 50. فاذا اشترينا جاء الحين الكاستمر حمزه واشترى اشتري او ما في منيو بعد مثلا كستمر حمزة اشترى هاي شغلات سوى تندر بالهوس اكاونت. أو اشترى شغلة ثانية بعد خلنا نحذف الحين من شغلة عشان لا يتعارض شوي ويا الليمت مال الكستمر. اوكي احنا الحين اذا رحنا الى الكستمر والهاوس اكاونت تندر اخترنا حمزه مثلا وطبعنا بيسال هل تبون تطبعون كل ترانزكشن، اذا ضغطنا نعم او يس بيطبع لنا الشغله الجديده اللي هو انه يطبع لنا الديتيل كامل اللي سواه الكستمر وش اشترى بالضبط وغيره. اذا ضغطنا نو بيطبع لنا الافتراضيه اللي قبل كانت تصير. خلنا الحين نشوف هني وش يطبع لنا. طبعا لان هني رقم الكستمر اسم الكستمر وكل الاشياء اللي صار وياه، مثلا عنده تيكت نمبر 13 قيمتها القد عليها تاكس القد وهلقى الاموت مالها، يعني يطبع لك كل تيكت وش التوتال مالها وش التاكس وش قيمتها قبل التاكس. يعني هذا كان خيار جديد علشان كل كستمر يشوف ترى انت عندك هلقى التيكت ما دفعتهم اللي هو unsettled transactions. هذه زيادة على الخيار القبلي الموجود إذا بتلاحظونه قبل كان شلون كان بهاي الطريقة. كان بس بهاي الطريقة يعني بس الأمونت ديو اللي هو التوتال فقط. السلام عليكم حمزة. اسم الكستمر. هلا بيك. كيف حالك مهندس احمد معاك اكسس جان تريدنج بغداد، شو الاخبار؟ حياك الله زي الفل. حمزه هنا أنا بالتندر انت تقصد يعني حيصير كريدت للزبون ولا لا؟ التندر معناته ان الزبون جاي يدفع الفلوس خلاص، يبغى يدفع الفلوس اللي عليه. يدفع الفلوس عليه هو كان ماخذ اجل صح؟ ايوه. زين بالله عيد لنا طريقه الاجل كيف بس للملاحظات وشو الفوائد من هاي الصيغه كمطعم اني؟ اي هاي الشغله ان انت مثلا عندك زبون واجد يجي، مثلا انت عندك كافيه عندك إيه؟ زبون على طول يجيك، فانت تقول انا ابغى حساب عندكم انتون مثلا اعطوني ليميت مثلا 100 دينار او شيء كذي. زين انا اقدر اشتري من عندكم وبعدين ادفع عليكم، يعني يكون كريدت مثلا دين علي 100 دينار تحد اقصى، انا اقدر اشتري من عندكم وبعدين ادفع عليكم، يعني اجل الدفع يكون، يعني اول شيء اشتري بعدين نهايه الشهر بدفع عليكم القيمه اللي انا اشتريت بها طول هالشهر عليك. او يصير اشتراكات مثلا ياكل فري وبعدين كل نهايه شهر او 20 شهر يحاسب. ايوه يجي هني يطبعون اذا اخترت انت هني الكستمر بيطبع لك كل الاشياء اللي سواها كل فاتوره صدرت عليه بينطبعون عنده ولازم يرفع قيمتها، مثلا هنا عند الفاتوره قيمتها 40.9 فيجي هنا يدفعها وخلاص يتصفر وينعاد من جديد. زين سؤال واحد، في ريبورت لكل الزباين صار عندي 20 زبون ياخذون كريدت على اجل. يطلع لي ريبورت بهاي الطريقه حتى اقدر بالمطعم يفهم انه كم عنده ديون للزباين. اكو هنا
عندك هنا خيار الهاوس اكاونت هيستوري تقدر تشوف كل الديون الموجوده هنا كل موجودين كل المطلوبين ايوه زين انه هاي بس للزبون في اقدر اشوف انه مطلوب للسبلاير يا حمزه وعندي مجهزين ابقى مطلوب لهم السبلاير تقصد الفندور يعني مجهزين مو فاهم مجهزين شلون يعني مجهزين يعني الناس المطعم يشتري من اشخاص شركات تبيع للمطعم مواد الفندر اي عندنا هنا هالخيار له انه خيار الفندور بيمنت اللي هو انت تشوف هل في بس هنا انت ملزم ان انت تختار الفندور عشان تشوف هل عندك له فلوس ولا ما عندك له فلوس بس كأنه يعرض لك الفندر كامل مرة واحدة لا حاليا مو موجود هالخيار آه عليك بس انت هناك فندر يا حمزة انه هي. انت تدخل كم هو يطلبك الفندر المجهز انت تدخل انت هنا ما في عندك حسابات ومشتريات مواد يعني انا كيف حيصير عندي انا اكون مطلوب زين وانا ما عندي هنا أنا مثلا سبلاير وايتمز مدخلها صح ولا لا لا يعني انت هنا لا يعني انت كيف هسه انت كيف خليت مثلا انا بالنسبه لك فندر احمد هو فندر كيف انت واحد ترجم هاي العمليه بالبرنامج انا اعطيتك غراض اعطيتك بعت لك 100 بوكس من بيبسي مثلا الى المطعم كيف راح تترجمها هنا شلون ان اروح للمانجمنت واسوي ميك بيرتشيس اوردر او نعم أيوة. من هذا الخيار انا اختار اضغط نيو واختار الفندر كل فندر ايوه الفندر هاي مثلا يبيع بس طماطم فانا اختار الطماطم وهني احدد انا كم اخذت من عنده عقب ما اخلص من البرتشيس اوردر يطلع عندي في ديك الخانه اول شيء يسجل عندي هني ترى مثلا انا اخذت من بائع الخضار هل قد هاي الانفويس نمبر مكتوب والتوتال هذا وهذا التوتال قبل الديسكاونت وهني بعد الديسكاونت وبالاقي هني سيد حمزة هنا أنا قاسم يقول كانت بالفيرجن القديمة ما يطلع لي حساب الفندر أيوه احكي له هنا أنا قاسم يقول ما يطلع لي الحساب الكامل للفندر شلون على الحساب الكامل يعني تقصد هاي الخيار لهني كلمة احكي وياه كلمة يقول انه حساب البندر ما يطلع لي مو تقول هذا الكلام انت لو شو الموضوع مالتك هو هذا الخيار الجديد الفندر بايمنت هذا خيار جديد تونا ضايفينه في هذه النسخة يعني في البيتا زين هسه هنا حيسوي له حسابات كاملة يعني يقدر ابو المطعم راح يشتري الايتمات ويشوف انه طالب ومطلوب صح ولا لا ايوه صحيح هسه بالنسخه الحاليه موجود هاي العمليه ولا لا لا حاليا بس الموجود هاي الشغله فقط بس هذه شو هي اللي هي ان انت تدخل معلومات البرتشيس اوردر فقط فانت ما تدخلها انت دفعت ليه ما دفعت ليه ما تدخلها الفيرجن اللي احنا بننزله في البيتا بيكون عندك هالخيار ان انت تسوي فيندور بيمنت او الدفع للمورد فانت هني تشوف هل انت عليك ديون لهالمورد لو ما عليك ديون اوكي زين انت بهاي النسخة الحالية يعني هسه كيف ابد ما في بايمنت؟ لا ما في بايمنت، في فقط برتشيس اوردر. ما في بايمنت ايوه. وفي زباين ياخذون اجل في هاي النسخة الحالية ولا ما في؟ في زباين ياخذون اجل. موجود. كيف هاي يصير؟ بنفس الطريقة اللي رويتكم اياها من شوي انه يدخل على الامبلوي مثلا انه يدخل على الكستمر. من الكستمر انت تختار الكستمر اللي سجلته تضغط على تعديل ومن التعديل تروح الى الممبرشيب انفو هاي الخيار الثالث تعلم على هذا الخيار لازم هذا الخيار يكون معلم عليه وهنا تعطيه الليمت مثلا حدا انه يشتري بقيمه 100 فبعدين اذا جيت انت وعملت اوردر مثلا هاي الاوردر وضفت الكستمر حمزه وعملت تندر انت من التندر تختار خيار الهاوس اكاونت اوكي اذا اخترته بس خلاص اكو بيكتب لك تحت ترى هو على بالانس قبل 40 اسم الكستمر حمزه واضغط اوكي الحين بينضاف على اللي قبل
فالحين صار على يدين المفروض 70. هذا حاليا في الفيرجن الموجود هسه الموجود هذا. ايوه موجود صح. مشكور يا حمزه مشكور كمل. أيوة. بارك الله حياك الله. احنا حاليا خلصنا تقريبا الشرح كامل مال الفيرجن الحالي. اذا في اشياء جديده مستجدات جديده غير ما نشرحها هنا يمكن نطرشها لكم ايميل، بس يعني بشكل عام هاي الميزات الجديده الموجوده في الفيرجن الجديد. باشمهندس حمزه روح على الريبورت كده، هات الريبورت بتاع الكاستمر تحت. ايه انا عايز اعرف الحاجات اللي اشتراها الكاستمر ايه. اه هو بقى ماليش علاقه هو دافع ايه ما دافعش ايه، ماليش علاقه بطرق الدفع، انا عايز اعرف الحاجات اللي اشتراها ايه. اه تبغى يعرض لك كامل التيكتس او كامل الفواتير تبعت ايه فواتير. اه انا دلوقتي على فكره هو محطوط مبلغ انا مش عارف هو المبلغ الموجود ايه يعني مقابل ايه. تمام دي حاجة بالله عليك، دي انا كنت كاتبينها برضو في الملاحظات، انا كنت متأكد انها نزلت بس هي برضو شكلها ما نزلتش. ايوه هاي كان مفروض تنضاف، خلنا نشوف طيب روح اعمل جيفت كارد كده، اعمل جيفت كارد جديدة. اه الجيفت كارد مرة خالص من الشاشة الرئيسية من سكرين، اعمل جيفت كارد على اليمين كده جديدة واربطها بحمزة كده، اديها اي رقم مثلا، خد منه مثلا 500 ريال مثلا. طيب عامل تندر بقى لل 500 ريال. طيب شوف الرصيد بتاعك كام كده دلوقتي في التوتال سيلز في الريبورت. 500 نضافه. اوكي خلينا نشوف التوتال سيلز. هتلاقي ال 500 نضافه عموما يعني المفروض كنا شفناها قبلها بس هي ال 500 نضافه. ايه تمام ال 500 نضافه. روح بقى كده اعمل بيعه وسجل بيع وخد الرصيد من الجيفت كارد، وما تختارش العميل، اهم حاجه انك مش لازم تختار العميل وانت بتعمل، طالما انا كنت رابطها المفروض هي تيجي لوحدها. هتحط رقم كام وانت بتعمل الكارت؟ الحين احط الرقم دقيقه بس. طب شو اعمل تاني، اعمل قيمه تانيه، انا دلوقتي رصيد كام 600 وشويه، اقفل دي وتاكد من رصيد كام كده الاول، واعمل كارت واعمل رقم لو انت حافظ الرقم اللي انت عملته. اوكي هو موجود عندي على فكره في العربي الخانه ديت الكلمه طويله، خلي بالك في العربي الكريدت ان او دي بتغطى على اول الرقم الكريدت نمبر. اه كبيره وبتغطى على اول رقم ما بتعرفش تشوف الارقام اللي انت كتبتها. اه فاعمل اوكي كده، روح على التوتال سيلز كده. اوكي التوتال سيلز شوف هنا التوتال سيلز كام فوق زاد صح؟ ايوه المفروض ما يزيدش، المفروض ان انا اخدت انا دافعها قبل كده انا كده حسبها لي مرتين بس فصله لي تحت. ايه يعني انا اخدت منه ال 500 هو بيدفع من جوه ال 500. صحيح اي صح يعني هو بيدفع المفروض بس يعرض بس ما يحسب، المفروض يعرضها تحت. اه بس ما يحسبهاش هو بس يعرضها تحت بس ما يحسبهاش في الداتا في النت، لان الجيفت كارد اصلا بيع يعتبر الجيفت كارد بيع ودفع له 500 ريال كاش. انا كنت اخدت فلوسها قبل كده خلاص هو اصلا بتاع الاهتمام بعد كام ماشي معاك. ده ما هو مفسر لك تحت، هو التفصيلي تحت الكاش ما زادش، هو فسرها لي تحت في التوتال ماونت حسبها حتى ده في السيلز فوق هو حاسبها لي بس ما قسمهاش تحت، هو حاسبها لي فوق وقسمها تحت اللي موجوده بس فلوس زادت على النت سيلز فوق، المفروض هي ما تجيليش فوق، المفروض يعرضها لي بس تحت بس ما يجيبنيش ان هي زادت فوق. هاي خلنا نشوف موضوعها ان شاء الله نشوف لها حل ان شاء الله. يعني تقرير ما اسمعك عادل،
بس في التقرير التفصيلي دي كاش كام والكارت كام والهاوس كارت كام والكارت كام ملهاش علاقه يعني. تطلق في الحسابات. المهم هذا احنا بنلاحظها يعني بنشوف هل كل شيء ماشي فيها تمام لولا عشان نتأكد منها زيادة يعني. نتأكد من الجيفت كارد وبنشوف. جرب العربي. العربي. جرب العربي كده وجرب الجيفت كارد. شوف كده الرقم تبقى ظاهر الرقم ده مش ايوه مش تعرف كتبت في اول رقم مش تعرف ايه اللي انت كتبته فيه. طب انت كنت عملتها على انت كنت عملت دلوقتي على على المفروض البطاقه اللي هي الجيفت كارد معموله مربوطه بحمزه صح؟ ايوه الريبورت بتاع حمزه كده ما اسمع روح على الريبورت بتاع الريبورت بتاع حمزه روح على ارجع عليه تاني في الكاستمر شوف انت بتدور اه عشان اقول لك انا تعبان في التقارير دي لازم تتقسم كاتيجوري كبيره وجواها التقارير فعلا التقارير بقت صعبه صعبه جدا جدا يعني تتو انا نلاقي الكاستمر راح ننزبون وننزبون دور بقى عليه ايه اللي انا حسيته من ال ملفات الجيفت كارد يعني الجيفت كارد اندفع على المجموع الكلي زادت مش عرفتش تفاصيل عن ما عرفتش تفاصيل عن الاحداث الاحداث اللي حصلت له سواء كان دفع يستهلك في الجيفت كارد او ما استهلكش الجيفت كارد. تاني حاجه لو انا عايز اعرف الرصيد بتاع الجيفت كارد قبل ما اعمل انا ما عنديش صلاحيه في ان انا اروح باك اوفيس ككاشير اللي هي موجوده في في المانجمنت ارجع المانجمنت الدا بتاعتك انا عايز اعرف من بره احطها بره يعني ما في الاداره ما فيش منها فايده يعني ما او خليها هنا هذه يبغى له الجيفت كارد يبغى له شويه تعديل موجود نقدر نشوفه من الجيفت كارد من الكاشير راسا ما فيش حاجه تعمل جنريت برضو لل الجيفت كارد برضو تعمل تعمل جنريت للرقم بتاعها الاي دي وانا بكريتها او ممكن اعمل لها برنت او ممكن ابعتها الرقم بتاعها للكاستمر باس ام اس او بايميل او اي حاجه نفس ما كنا بنعمل الكيبون بس الجيفت كارد اللي ببعتها الناس انا عايزهم يعني الكيبون ممكن اديه كل العملاء الجيفت كارد يمكن يبغى له على التكوين مثل ما عندنا تكوين الكوبون بس خلينا نرفع هذا المقترح للإدارة نشوف شنو ردهم يعني طيب خلاص ماشي يا حمزة هلا احنا شوي عندنا طلب هنا بالعراق نحول لغة عربي يردون عراق عربيك يعني لغة عربية عراق نقدر نسويها لغة عادية عراق ها. يعني ماذا ما يريدون لغة عربية سعودية عربية أو تلغينا تكتب بس لغة عربية بدون تحديدات أوي بدون ال أي يعني أنا لو تكتب لنا عربي لو تكتب لنا عربي عراق ليش يعني وشو اللي بيفرق يعني ما أعرف إحنا شباب هنا يحبون هاي الموضوع إحنا نريد نبيع أكثر المهم عندنا إيه نقدر نسوي خلنا دقيقة خلنا حول انجليزي خلنا نشوف الحين اعتقد تقدر تغيره من user defined language خلنا مو متأكد صراحة ما ادري اتغيره المهم هاي بنشوف هذا المقترح وهل هو يعني هذا المقترح مبيعاتي يعني مهم جدا عندنا السؤال الثاني حمزه
اذا عندي ايتم في باركود اقدر ابيعه بالباركود؟ ايوه اكيد تقدر تبيعه، يعني مثلا احنا شرحنا القديمه حتى القديمه تكتب هنا الباركود، بس تكتب الباركود تبع الايتم نفسه، بعد ما تكتب الباركود وتداخل على هني بس تسوي مسح الباركود ودايركت بيدخل هني. زين بس عيد لي طريقه والله كيف اضيف الماده بالباركود؟ انت مثلا عندك اوفيس ايوه عندك مثلا السلطه هذه عليها باركود على سبيل المثال من 1 الى 6 الباركود مالها، فانت وقت ما تدخل على الكويك سيرف على هالشاشه بشكل عام اذا سويت مسح للباركود دايركت بيدخل عندك هنا. اه دايركت، يعني هسه حتى بالنسخه الموجوده عندي حاليا اقدر اسويها. ايوه حتى بالنسخه الموجوده عندك حمزه. ايوه اسمعني يا حمزه ولا لا؟ ايوه اسمعك. تروق انت شكلك ما تسمعني. انا بس المهم مثل ما قلت لك، يعني حتى في النسخة الحالية تقدر تسوي مسح للباركود وانت على هذه الشاشة وبيدخل دايركت في الاوردر. بارك الله بك يا حمزة مشكور. كمل. اياك. سد الهاتف. احنا خلصنا الحين، اذا بعد احد عنده استفسار قبل ما نختم. حمزة في حاجة أخيرة بس لو تبغى تنضاف ولا حاجة، روح على البرنتر اوبشن كده كيتشن برنتر. ايه. سهل علينا شوية وخليها هنا لما يكون بعمل برينت بال عندك تختار بالأوردر كامل ولا بالآيتم، ما خليها بالكاتيجوري كمان يعني بالديبارتمنت كمان. سهل علينا شوية يعني شو ما نقولش كريت طبعته في الفاضي وأعملها. يعني أنت عملتها بالآيتم كويس وبالأوردر كامل ماشي كويس، طب لو عملها بالكاتيجوري؟ خلنا نشوف بنشوف بعدها بنرفع على الإدارة ونشوف نعطيك خبر. بتسهل علينا كتير أوي ان شاء الله. في حمل عنده استفسار؟ لا شكرا. حمزه هنقدر ناخد النسخه البيتا انت يا حمزه؟ النسخه البيتا ان شاء الله بنعطيكم خبر بعد ما نشرحها باللغه الانجليزيه، لان بيكون في بعد سيشن باللغه الانجليزيه الاسبوع الجاي، فبعد ما نخلص من السيشن باللغه الانجليزيه ان شاء الله بنعطيكم خبر. البوبس دبليو بلس مفيش تعديلات عليه؟ يعني في يعني في شكاوى طريقه العرض بتاعته مش كويسه خالص، يعني انت بتهدر المجهود المبذول في البوبس ريستورانت في لما تستخدم البوبس دبليو بلس، بتهدره بتهدر المحتوى بتاعك كله فعلا. يعني احنا كنا فاتحين لكم يعني مجال الاقتراحات، اذا تبغون تعديلات عليه بس ارسل لنا التعديلات واحنا ان شاء الله بننظر لها. نحن الحين ننتظر نخلص من هالبرنامج بكبرى البرنامج البوب ريستورانت، ومنبدا تعديلات زياده على البرامج الملحقه اللي هو الكلاود دبل بلس وغيره، ف ارسل لنا اقتراحاتكم له وان شاء الله بعد ما نجرب البيتا بقى، عشان الكلاود هو النسخه الحاجه الثانيه بعد البوب ريستورانت على طول، المفروض نشوفه الحاجات اللي انضافه جديده وايه اللي هنقدر نمنشها من الـ من الـ من الكلاود، لان الكلاود انا عندي واقف عندي النقطه برضو انت ضفت لي الحته بتاعت اللي هو يمسح الحاجات القديمه دي، جربتها لقيتها مظبوطه وترانسفير ما بين في البرانشز مظبوطه والكلام ده كويس، فاضل بقى ما في شيء علاقه بالكاستمر خالص في الكلاود، ولو عنده فروع عايز الكاستمر يتنقل ما بين الفروع بالكوبون بالبطاقه بتاعته يتنقل ما بين الفروع يسحب من حسابه، لسه الحاجات دي مش موجوده في الكلاود او مش سبورت لسه ان هو نعملها. تجرب الاي بي اي ضروري. هو يفضل ان انتم بعد تبعثوا لنا اقتراحاتكم الى البرامج الفرعيه، يعني مو البوب ريستورانت، الى البرامج الفرعيه علشان بعد يتطورون البرامج الفرعيه ويكونون قد المستوى اللي انا بقول لك مش هتقدر تقدم لك اقتراحات غير لما ناخذ البيتا نجربها الاول، يعني لازم نجرب البيتا الاول. ان شاء الله بتحصلوا البيتا قريب ان شاء الله، بس نخلص من السيشن مال الانجليزي بعدين بنعطيكم الوقت. يعني مثلا خلاص كده السيشن خلص، خلاص كده ما عادش فيه تاني، خلاص كده كل الحاجات الجديده اللي انضافت في نسخه 2020. احتمال في اشياء جديده، فمشي لحين ما اعطيناكم نسخه البيتا اصلا.
يعني ده كل الحاجات اللي انضافت الجديده، بس ما فيش حاجه يعني تانية غير كده. غالبا هذه، اذا يمكن يصير في تعديل بسيط، بس انا غالبا هذه اللي انضافوا في النسخه الجديده. طيب خلاص، ننتظر بقى نسخه البيتا، وفرصه سعيده للجميع، وتشرفنا بمعرفه حضراتكم جميعا يعني. وتشرفنا بمعرفتكم جميعا، ومشكورين على حضوركم. مشكور يا حمزه، بارك الله فيك. بس حمزه سؤال اخير بسيط، بس هيك يعني للمعلومه، احنا هيك استفسار. في مطاعم فيها عدا مطاعم الاسماك يا حمزه. ايه. فهذول دائما يحتاجون من هذا الباركود سكير. ايه. زين. احنا هنا هم تصير عندنا اشكالات، تعرف انت الباركود سكيل ما اي شيء تحط وزنه اوكي حيعطيك ليبل في الوزن ويطلع لك على شكل باركود. كيف ادخل السيستم اني هذا الموضوع؟ يعني انت اوكي السيستم اقدر اقرا باركود، بس حقرا اثبت الباركود على ماده محدده. هنا انا حيجيني هو نفس السمك بس متغير الباركود، هذا الباركود معتمد على وزن السمك. هذا احنا شرحناه في المحاضره الاولى. احنا ضفنا هذا أيوه. بس اريد افهم كيف تصير العمليه هاي. هاي بتلقاش احنا حاليا نزلنا الشرح على اليوتيوب، ببعث لك رابط الشرح، في شرح مفصل للطريقه، مفصل عدل يعني، بيكون احسن من الشرح السريع اللي الحين بيكون. بس تفهم هاي يعني يقدر يوزن مطعم الاسماك يوزن ويطلع وزن بالباركود ويجي يدخله يترجمه للسيستم؟ ايوه، بس يسوي وزن بالسكيل مال الباركود، يطبع الباركود يسوي له مسح، البرنامج دايركت بيعرف الوزن وبيعرف السعر. زين، هذا موجود بالنسخه الحاليه ولا مو موجود؟ لا مو موجود. مو موجود، هسه النسخه الجايه موجود فيها. ايوه ان شاء الله بيكون في النسخه الجايه. اوكي. ونقدر نضيف اي ميزان يعني ما محددين ميزان. ايوه مو محددين، اهم شيء الميزان يطبع باركود. اهم شيء الميزان يطبع باركود. ايوه. اوكي يا حمزه، مشكور وبارك الله فيك، وسلام أيوة. للجميع المشتركين، وبارك الله فيكم، ما قصرتوا. حياك الله، واشكر الجميع الحضور، تعبناكم ويانا، قعدناكم ويانا واجد، بس كان هذا افضل خيار عندنا علشان انتم تعرفون البرنامج عدل قبل ما تستلمون نسخه البيتا. بعدين اذا صار عندكم اي استفسار في نسخه البيتا ومو موجود في الشرح، احنا الحين حاليا اول ما نخلص هذا السيشن بتلقونا ان شاء الله في الشانل مالنا في اليوتيوب، تقدرون تلاحظون تتابعونا من جديد اليوتيوب. الله يعطيك العافيه استاذ حمزه، ما قصرت. الله يعافيك. يا حمزه مشكور، بارك الله فيك، سلام للجميع. حياك الله. حياك. يلا مشكورين وما قصرتون، وفرصة سعيدة، ومع السلامة.